روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتاح غفار توام رزاق شهيد رشيد حسيب حبيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سامع بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا ساقي
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. فقد أردت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك، إن عفوت فمن أولى منك بذلك.
وإن كان قد دنا أجلي ولم يدني لي منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمر ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهامات. إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا دائما. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي نقنتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك. وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغترار بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك.
إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عاد. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه إليه. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. يا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظران يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لست بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا زيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاحي أسمائك ومحل قدسك. إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاحي أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة
بعز قدسك إلهي، واجعل ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أصلت على حسن ظني قنوت الآيات، ولم قطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصل على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهده ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد ورسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأزكى السلام على رسول الرحمة رسول رب العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع قبول الأعمال في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، استعدادا وبلوغا مقدمة لشهر رمضان المبارك. قال تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل فيما أنت من ذكراها. بشرح بسيط يتناول القرآن الكريم مسألة غاية في الأهمية، وهي أن بعض الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسألونه عن الساعة، متى ستحدث هذه الساعة، ومتى ستقوم القيامة، وهل بدأت علامات الساعة، وما هي إرهاصات الساعة. لكن رسول الله صلى الله وسلامه عليه كان يجيبهم بأمر آخر، كان يقول لهم ماذا أعددتم لهذه الساعة، ماذا حضرتم، هل حضرتم أنفسكم للقاء الله، فيما أنتم من ذكرى هذه الساعة، لماذا تسألون عنها، هل تسألون عنها خائفين منها أم مستعدين لها. واقعا الآية تسلط الضوء على مسألة غاية في الأهمية، أن الإنسان كيف ينبغي أن يتعامل، كيف ينبغي أن يتعامل مع الأمور التي تحدث معه. أي أمر،
أي حرب، أي وباء، أي مشكلة، أي مصيبة، أي عقاب، أي أمر يحدث مع الإنسان في هذه الحياة الدنيا، العبرة ليست فيه، العبرة كيف تتعامل معه، كيف تحوله إلى فرصة، كيف تحوله إلى نعمة، كيف تحوله إلى خير، كيف تحوله إلى طاعة. أي أمر قد يمر عليك ممكن الإنسان يستسلم له، يرزح تحت وطأته، ممكن الإنسان لا يتعامل معه بحسن، يعني بحسن التعامل، فيحوله إلى فرصة بدل أن يكون تهديدا له، وبدل أن يكون يعني شكل من أشكال العقاب يحسبه عليه. ما نمر به نحن هذه الأيام من وباء، من مرض، مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. كثيرة هي الدراسات التي تحدثك عن هذا المرض، وكيف بدأ، ومن أين بدأ، وكيف تفشى، وكيف ينتشر، وكيف لا ينتشر، وكيف تحمي نفسك منه، وكيف لا تحمي نفسك منه، مخاطره، وعدد الوفيات، وعدد المعافين. كثير الأبحاث بهذا الموضوع، لكن يبقى بحثا واحدا غاية في الأهمية، أنه نحن في هذه الفترة كيف ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر؟ كيف، ما هو يعني ما هو تكليفك اتجاه هذا الأمر؟ افترضوا حرب، افترضوا مصيبة، افترضوا عقاب، افترضوا شو ما افترضته، آخر شيء هناك تكليف ينبغي عليك أن تتبعه في هذا الأمر. ما هو تكليفنا اتجاه هذا الأمر؟ كيف ينبغي أن نتعاطى مع هذا الأمر؟ كيف، خلينا نقرأ الموضوع بشيء من الإيجابية، خلينا نحاول نشوف إيجابيات هذا الأمر، خلينا نرفع موضوع أخطاره وسلبياته. كل يوم بيموت آلاف الناس، ما بنحس نحن بخوف؟ ليه القلق والخوف الزائد في هذا الموضوع؟ خلينا نقرأ الموضوع بطريقة تانية، لماذا واقعا نشعر بكل هذا الخوف؟ ممكن الكورونا يختلف عن غيره من الوباءات انه امر عالمي، ممكن اليوم تحدث مشكلة بمحل فيك تغير محلك، تنقل من محل لمحل تدفع عنك الخوف، لكن ممكن احيانا ما تقدر تدفع عنك الخوف، يكون الوباء منتشر في كل انحاء العالم. ممكن نحن نشعر بشيء من الحزن والقلق انه هذا الموضوع ما له دواء، ما اكتشفوا له دواء، يعني نحن قدام خطر ما في، ما له حل سريع، ما له حل تقدر انت يعني تعتمد عليه. لذلك الناس عايشه بحاله من الخوف والقلق والحزن والاضطراب، وهذا قد يكون امر طبيعي عند كثير من الناس. لكن واقعا واقعا الخير والشر مش أمران مطلقة، لا، نحن كيف نتعامل مع الموضوع نحوله إلى خير، أو كيف نتعامل مع الموضوع نحوله إلى شر، كيف نحسن التعامل فيكون أمرا إيجابيا، أو لا نحسن التعامل فيكون أمرا سلبيا. ليس هناك خير وشر بالمطلق، أنت عندما تتعاطى مع هذا الأمر بتكليفك تحوله إلى فرصة خير، وعندما تخطئ التعامل، تسيء التعامل، تحوله إلى فرصة شر. البعض كان عم يسأل، من هون أنا بدي فوت على المطلب، البعض كان عم يسأل لماذا الكورونا ترافق مع أشهر النور؟ هل واقعا صدفة أن يترافق الكورونا مع أشهر النور؟ أشهر الدعاء والتضرع والاستغفار والصلاة والذكر والتقرب إلى الله. شوف تقريبا مع من شهر وعشرين يوم بلش هذا الموضوع، يعني كأنك عم تقول مع بدايات رجب صار أمر موجود في العالم. طب نحن ما بنؤمن بالصدفة، نحن ما بنؤمن بالصدفة، ممكن هذا أمر صدفة أو لا؟ يمكن نحن كنا ما نعطي للزمان حقه، كنا ماشيين بطريقة غافلين عن كثير من القضايا
لازم نعطيها حقها وقيمتها وأولويتها. لازم نحن نرجع نعيد ترتيب أولوياتنا، تنظيم أمورنا، تنظيم علاقاتنا، تنظيم علاقاتنا بعائلاتنا وبأولادنا وبزملائنا وبأشغالنا وبموظفيننا وبزملائنا وبكل اللي حولنا، بأهلنا وبأرحامنا وبأقاربنا وبملياتنا وبكل شيء. نحن قبل الكورونا ماشيين بطريقة كأنه الحياة لا تعاش إلا بهي الطريقة. طب إجت الكورونا وحطتنا بمحل، حطتنا بمحل كنا نحسب أنفسنا ما بنقدر نعيش هيك. كنا نفكر ما بنقدر نعيش بالبيوت، وما بنقدر نعيش بلا سهرات، وما بنقدر نعيش بلا ظهرات، وما بنقدر نعيش بلا أصدقاء، وما بنقدر نعيش بلا لقاءات وتجمعات. طب يوم بعد يوم بعد يوم تأكدوا يا أخوان أنه حيجي يوم نشعر في أعماقنا أنه الحياة الحقيقية هي هيدي، هي الحياة اللي هي واقعا الأساسية اللي لازم أنت تنظمها هي هيدي. كنت أعطي لشغلي يعني 90% من وقتي و10% لكل شيء، كنت أعطي 5% من وقتي لزوجتي، ومشاكل أولادنا بنحلها على التليفونات. طب اليوم إحنا مش هيك. طب هيدي فرصة لتعزيز العلاقة واقعا مع الأسرة. اليوم إحنا كنا موجودين بالبيت وقراب من بعضنا البعض. ممكن قديما حياتنا كانت مستمرة لأننا بعاد عن بعض، بينما الصح إنه حياتنا تستمر حال كوننا قراب من بعض. ممكن ما كنا نشعر بهالألفة والود والمحبة والعاطفة. طب تعال حتى نرجع نوطد هيدي العلاقة من جديد، نكون قراب من أولادنا، نسمعهم، نسمع شكواهم، نقراهم، نقرأ شخصيتهم، نقرأ طموحاتهم، نحس بأوجاعهم أكثر، يشعروا فينا بوجودنا حتهم. مع العائلة نفس الشيء، والزوجة تجاه زوجها نفس الشيء. فرصة حتى نوطد العلاقة داخل الأسرة، فرصة حتى نوطد علاقتنا مع الله أولا. ممكن كان كتاب الله، ممكن كان كتاب الله مهجورا في بيوتنا، ممكن أعتبر حالي معذور، بس أكيد اليوم مش معذور. ممكن علاقتنا مع الذكر كانت ضعيفة، ممكن أعتبر حالي وقتي ضيق، لكن اليوم أنا مش معذور. ممكن كتير من القضايا اللي كنت أنا أعملها، اللي كنت أنا تاركها هامشية في حياتي، هي لا أساس في بناء شخصيتنا ونجاحاتنا واستقرارنا النفسي وعلاقاتنا مع أصدقائنا ومع إخواننا وواجباتنا اتجاههم. ممكن ما كنا نحس بوجع بعضنا، نحن اليوم مضطرين نحس بوجع بعضنا، مضطرين نحس انه انضباطك والتزامك وغيرتك ومحبتك أساسية بالنسبة لي أنا. ممكن اليوم أنا بشعر بوجودك أكثر ما أنه بشعر فيها بعد الكورونا. اليوم إحنا بحاجة لإعادة مصالحة ذاتية، نرجع نعيد قراءة كل شيء، نرجع نعيد قراءة كل شيء. بحاجة حتى نرجع نرتب أولوياتنا، ونرتب أوقاتنا، ونرتب علاقاتنا ببعضنا البعض. اليوم هذا معنى ان مع العسر يسرا، انك انت تحول هذا العسر الى يسر. نطلع من بعد الكورونا مثل اشخاص تانيين، بتنظيم اولوياتهم، باعطاء قيمة للقضايا بطريقة منظمة أكثر. نعرف شو يعني أسرة، نعرف شو يعني إخوان، نعرف شو يعني إخوان. نحن اليوم على أبواب شهر رمضان المبارك، نحن بحاجة لتنظيم هذا الموضوع
ونتسامح من بعضنا، نتسامح من بعضنا، نعفو عن بعضنا، نفوت على شهر رمضان، مش ننطر يعني الأسبوع الأخير حتى التلفن دي يقول لك الله يسامحك وتقول لي الله يسامحك، لا، نفوت على شهر رمضان مسامحين بعضنا، يعني بادين بعضنا بالعفو. نحن اليوم لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب، كل واحد منا، كل واحد منا يشعر في أعماقه أنه أقرب إلى الله أكثر. هذا الخوف اللي عايشينه والقلق اللي عايشينه والحزن اللي عايشينه هو هذا اللي عبر عنه القرآن لما تحدث عن الآخرة، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه بالآخرة ما في خوف ولا حزن. علماء التفسير بس فسروا هاي الآية، قال الإنسان عادة بطبعه ما يخافه هو الأمر المستقبلي، أنت بتخاف عادة من المستقبل وبتحزن على أمر حاضر. نحن اليوم عايشين حالة من الخوف، لوين أخذنا هذا الموضوع الوباء، وعايشين حالة من الحزن والقلق إنه كتير من حياتنا تغيرت وتبدلت، كأنه في رسالة ضمنية إنه خلي نصب عينيك، خلي نصب عينيك المكان الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه آخر شيء وحدها الآخرة هي المكان التي تستطيع أن تعيش فيه بلا حزن ولا خوف. خلي الخوف هذا، يعني كيف بيقول بشهر رمضان واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه، واذكروا بخوفكم وحزنكم اليوم أن هناك يوم لا خوف فيه ولا حزن. لازم هذا اليوم الموعود هو يكون أنا وقتي وأهمي ووقتي وأولويتي وتركيزي ومحور حياتي ومحور اهتمامي، مش أنه أنا والله لا يعني ماشي مع الناس كيف ماشي، ماشي مع أولويات الناس، ماشي مثل ما الناس بتفكر، ماشي مثل ما الناس منظمة حياتها، مرهون من دون ما يكون عندي أي إرادة فيما أنا مرهون له. واقعا خلينا نتطلع بطريقة إيجابية، نحاول نطلع اليسر، نطلع الخير، نطلع الإيجابيات مما يدور حولنا. أنا متأكد بده يجي يوم الناس تعد إيجابيات الوباء الذي صار، وحتغرق المجلات والجرائد والصحافة والإعلام في تعداد هيدا الإيجابيات، وكأنها أمر نحن اليوم مش شايفينه، نحن اليوم مش حاسين فيه، نحن اليوم مضغوطين مش عم نقدر نطلع نشوف إيجابيات هذا الموضوع. لكن هيدي فرصة، لكن هيدي فرصة كلنا بحاجة إلى، كلنا بحاجة إلى، وكلنا ينبغي أن نتعاطى معها بشكل جيد. تعوا حتى نقرأ الموضوع على أنه يسر، على أنه فرصة، على أنه منحة، على أنه هو حياتنا الطبيعية هيك، حتى نستطيع واقعا أن نجتاز هذه المحنة بخير وعافية وسلام. نحن واقعا على أبواب شهر رمضان المبارك، ممكن البعض فكر ذات يوم أنه من الصعوبة بمكان أنه أنا أقدر صوم وهذا المرض يجتاح العالم، أو أنه نحن هذا الشهر رمضان حيكون صعب على الناس. يا أخوان، الحياة الطبيعية أنه أنا يكون عابدا ملازما للبيت، وقتي أكثر بالبيت، مواظبا على أذكار، مواظبا على قراءة القرآن، مش على حساب، طبعا انا ما عم اقول على حساب شغلي، لكن انا عم اقول على حساب اللهو، على حساب الوقت الضايع، على حساب الفراغ، على حساب الظهرات، على حساب السهرات، على حساب تقضية الوقت، على حساب تقطيع الوقت. نحاول حتى نرجع نعيد قراءة انفسنا من جديد، قراءة اولوياتنا من جديد، قراءة ما حولنا من جديد، نحول هذا الموضوع لنعمة، نحول هذا الموضوع أنه نطلع منه ناس تانيين، ناس أحسن التصرف، أحسن التعامل، أحسن التفكير، أحسن توطيد العلاقات، شذبوا ما كان في نفوسهم وهذبوا ما كان في قلوبهم،
وتخلصوا مما كان في ضمائرهم وارتاحوا واقعا إلى واقعهم الجديد، ما نخلي بنفوسنا أي غل وأي حقد وأي غضب وأي إساءة ظن، نتخلص من هيدي الأمور واقعا في هذا الزمن اللي احنا حاسين حالنا راب جدا لرب العالمين. ما نكون مصداقا لقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما حسوا بالخطر وحسوا بالموت دعوا الله مخلصين له الدين. لما ركبنا نحن في فلك الوباء، لما ركبنا في فلك الكورونا حسينا حالنا انه نحن دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجهم الى البر اذا هم مشركون. لا، فنحن بعد ما نطلع من هذا الموضوع بنرجع لعاداتنا القديمه، وبنرجع لخصالنا القديمه، وبنرجع لسيئاتنا القديمه. خلينا نطلع من هذا الموضوع بنين حالنا فرصه لبناء الذات، فرصه ونحن قريبين من الله تبارك وتعالى ان نجزر الاخلاص في نفوسنا، ان نجزر هذه العلاقه مع الله. نحن واقعا بحاجه في هالاشهر النور ان ندعي كنا باخلاص اكثر، نتضرع اكثر، نتخلص من سيئاتنا اكثر. هذه فرصه كانت موجوده، الكورونا ساهم فيها، الكورونا ساهم فيها. خلينا واقعا نقدر نستغل ونستثمر هذا الموضوع بطريقه بتكون لمصلحتنا، وما نكون مصداق اذا نجاهم اذا هم مشركون. لا، اذا نجانا نحن نعاهده بصفحه جديده وتوبه نصوحه وقراءه جديده وعلاقات وطيده مع اخواننا واهلنا واسرنا. نعطي اولويه للي رب العالمين اعطى اولويه، ووضع على الهامش ما وضعه رب العالمين على الهامش، حتى واقعا نكون احسننا التكليف في هذه المحنه وفي هذا الظرف العسير. ونسال الله للجميع قبول الاعمال والطاعات والقربات، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفلئ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرائج، ذلت لقدرتك يا الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو المفزع في الملمة، لا يندفع منها إلا ما دفع،
ولا ينكشف منها إلا ما كشايا يا وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوران ولا صارف لما وجهان ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسر ولا ناصر لمن خذل فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة السمع فيما سأل وهب لي من لدنك رحمة يا وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي غما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر رين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله أحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان
فيهما عينان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي Bye.